السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم. وصفتنا لليوم راح تكون من ألذ وأطيب أنواع الآيس كريم. راح نسوي إن شاء الله آيس كريم بالفواكه. ممكن تستخدم أي نوع فواكه عندك، أنا استخدمت تقريبا 0.5 كيلو من الكرز. راح نسوي كمان وصفة ثانية آيس كريم بالكاكاو والبسكويت. تابعونا لآخر الفيديو نشوف الطريقة سوا. ونبدأ بسم الله وعلى بركة الله. في البداية نضع الطبق اللي نحضر فيه الوصفة في الفريزر نص ساعة تقريبا حتى يبقى معانا بارد. ونحتاج كمان إلى الكريمة، أنا استخدمت الكريمة البودرة، وضعتوها في كوب من الماء البارد، وممكن تضعيها في كوب من الحليب البارد. نحتاج كمان إلى نصف كوب من الحليب المحلى المركز، ونستمر بالخفق حتى نحصل على خليط متماسك وقوام كثيف. وممكن تستخدمي الكريمة السائلة، هاي عندي الكريمة جاهزة راح أحطها بالبراد حتى تبقى باردة. وعندي نصف كيلو من الكرز أخفقه بمحضرة الطعام، وأضيف له قليل من الماء البارد أو الحليب البارد حتى أتمكن من خفق الفواكه. ونحتاج كمان إلى كوب تقريبا من القشطة، ممكن تساويها بالبيت ممكن تجيبيها من السوق. ونحتاج كمان إلى نصف كمية الكريمة اللي خفقناها مسبقا، ونخفط الخليط جيدا حتى نحصل على قوام كثيف ومتماسك. وفي خطوة مهمة، الفواكه اللي راح نستعملها نضعها في الثلاجة تقريبا ساعتين حتى تبقى معانا باردة. وممكن نضيف كمان قليل جدا من الملون الطعام تغيري لون الآيس كريم. وهي عندي الخليط جاهز راح أفضيه بقلبه وأغطيه وأتركه بالفريزر تقريبا من 4 إلى 6 ساعات، ممكن تتركي ليلة كاملة بالفريزر. وإذا لاحظتم إنه بدها حلى كمان ممكن تضيفوا ملعقتين من الحليب المركز. وفي خطوة مهمة كمان، لما نطالع الآيس كريم بالفريزر أن نضربه بالخلاط مرة ومرتين حتى تتكسر طبقات البوز يلي تكون على سطح العلبة. هاي خطوة كثير مهمة، راح نحطها بالفريزر ونتركها تقريبا 6 ساعات. وأبدأ بتحضير الوصفة الثانية آيس كريم بالكاكاو والنسكافيه. نحتاج إلى كوب من القشطة المنزلية، أضيف لها 3 ملاعق من الكاكاو وأضعها في محضرة الطعام. ونضيف كمان نصف كمية الكريمة يلي تركناها بالثلاجة، ونضيف كمان نصف كوب من الحليب المحلى أو المركز. ونبدأ بخفق جميع المكونات حتى نحصل على خليط وقوام كثيف. وممكن تضيفي نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، وممكن تضيفي كمان ملعقة صغيرة من النسكافيه حسب الرغبة، ممكن تستغني عنها. فنستمر بالخفق، وأضيف ملعقة صغيرة من النسكافيه تعطي طعم رائع كثير للآيس كريم. ونستمر بالخفق حتى أحصل على خليط كثيف. وهلأ بدي أحضر علبة حتى أضع فيها الآيس كريم. نضع علبة بهذا الشكل، ونضع قليل من الخليط، وأضيف قطع من البسكويت، ممكن تحطي أي نوع بسكويت عندك. وصفة كثير ممتازة وطيبة، بتمنى تجربوها. راح صف البسكويت بهذا الشكل وأضيف ما تبقى من الخليط، وراح أغطيها وأتركها كمان بالفريزة أو الثلاجة لمدة
6 ساعات أو ليلة كاملة، وطريقة عمل القشطة المنزلية ممكن تشاهدوها بالقناة، وممكن نضع هاي الوصفة بأكواب أو زبادي صغيرة، نضع البسكويت ونضع فوقها الخليط، وهاي قوام الآيس كريم بعد ما طلعنا من الفريزة، هاي قوامه النهائي بعد 6 ساعات، قوام متماسك ما شاء الله. في هاي المرحلة نخفق الآيس كريم بعد ما طلعنا من الفريزة بمحضرة الطعام، حتى نكسر قطع الثلج يلي على سطح العلبة، وهاي خطوة كثير مهمة. وهاي القوام الأخير للآيس كريم بالفواكه والآيس كريم بالكاكاو، والتزيين حسب الرغبة، زينا بقليل من الفستق الحلبي المجروش. وبتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفة، وبتمنى تجربوا الطريقة، كثير سهلة وطعم لذيذ، طريقة كثير سهلة. والخطوة الأساسية والمهمة بهاي الوصفة إنه الخفق بعد ما نطالعها من الثلاجة، نخليها تقريبا 6 ساعات ونخفقها بمحضرة الطعام حتى نتخلص من الثلج على سطح العلبة. وهاي وصفتنا جاهزة، بتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفة، وأشكركم كثير على حسن المتابعة والمشاهدة، وما تنسونا من الدعاء ومن اللايك والاشتراك بالقناة إذا تشاهدونا لأول مرة، وتحياتي لكل المتابعين والمشتركين، وأترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.